هوية بريس نحو إعلام هادف. في وقفة الجبهة نوجه هذه الصرخة مرة أخرى إلى الهمج والنازيين لنقول لهم بأن هذه نهايتكم وأن العالم اليوم يشهد على هذه الجرائم غير المسبوقة، ولنقول لأحرار الأمة العربية وأحرار الأمة الإسلامية بأن يقتحموا السفارات وأن يخرجوا للشوارع وأن يصرخوا ملء حناجرهم في مواجهة هذه المجازر، لأنها بلغت كل وتجاوزت كل الخطوط. ولكي نتوجه إلى حكام المهنة كما يقول الشعار الآن، لنقول لهم ألا تستحيوا بأن تمر الأيام وما يزال مكتب الاتصال مفتوح وما تزال العلاقات قائمة مع هؤلاء القتلة، هؤلاء الهمج، هؤلاء المتوحشون. ولكي نقول كذلك بأن المسخ بلغ كل مستوياته عندما يذبح الأطفال وتقطع أشلاؤهم في غزة وعموم فلسطين، ونرى هنا في المغرب من يدعو إلى الرقص على الأشلاء، على أشلاء الأطفال. فهذا ما لا يمكن وما لا يجب للشعب المغربي أن يقبل به، لا موازين ولا قناوة ولا شطح ولا الرقص ولا الموسيقى الروحية ولا غير الروحية. هذا كله إهانة للشعب المغربي، ولا يمكن للشعب المغربي أن يقبل كل هذه الإهانات. كما أختم بأن أتوجه إلى المسؤولين أن يتحملوا مسؤوليتهم اتجاه هؤلاء الذين يسجنونهم، هؤلاء المسجونون بسبب آرائهم ومناضلتهم للتطبيع وللاختراق الصهيوني وللمخاطر الصهيونية. يجب أن يطلق سراح كل المعتقلين على ذمة مناهضة التطبيع، والداعين للمقاطعة لهذا الكيان الذي يقاطعه العالم الآن. ونرى الآن أصوات الأحرار في العالم يطالبون بطردهم من المنتظم الأممي وفي كل المحافل، وهذا ما يجب أن ينطلق في حملات لا يجب أن تتوقف، المطالبة بطرد الصهاينة في كل المحافل بما في ذلك المنتظم الأممي، على غرار ما سبق بخصوص الأبارتايد في جنوب إفريقيا. هوية بريس نحو إعلام هادف.